ضيف من ضيوف الديوانيه، ضيف جديد ياسر الخضير، احد رواد الديوانيه. مسك الله بالخير ياسر. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب الله يخليك. ياسر، من متى وانت ترتاد الديوانيه ومن زوار الديوانيه؟ والله من عده اسابيع تقريبا، يمكن هذا السادس اسبوع وانا اللي جاي في الديوانيه. يعني اقدر اسميك صديق الديوانيه؟ نعم هو كذلك. طيب ياسر، من الاشياء اللي شفتها والتنوع الموجود، ايش اكثر شيء يعني جذبك للديوانيه اكثر او ارتحت انك تجده في الديوانيه كل ما جيت؟ اولا انه الديوانيه تختص او تحتكر على الشباب كثيرا، ودائما ما تحث انه مثلا اللقاءات تكون شبابيه اكثر وبحته قبل الشيخ وبعد الداعيه. دائما ننظر مثلا في تسليه قبل الداعيه وما بعد الداعيه. تجد بعض الشباب من الاخوان المقيمين على هذا الحفل يدعون احد الشباب مثلا الغير ملتزمين مثلا ويحثونهم على الدين ويحثونهم على الطاعه ككل. جميل. هل في شيء تتمنى انك تشوفه تطور بالديوانيه او اقتراح جديد تتمنى انك تشوفه بالديوانيه؟ والله يعني اتمنى جدا، يعني اتمنى اشياء كثيره، يعني اتمنى ان يوصل مداها اكثر من هذا. نجد انه في منطقه القصيم فقط، يعني اتمنى ان تكون مشهوره على مستوى المملكه العربيه السعوديه. يعني مثل هذا الملتقى مساند من قبل جهات معينه، يعني يحافظ على اشياء مثلا مثل ما تقول يعني محافظة جدا على يعني التقاليد والعادات والأزاد، ما فيها شيء يعني يرتكب غير ذلك. طيب ياسر، لو قلت لك أن صوتك الآن يصل إلى ناس لم يزور الديوانية، لا يعرفون الديوانية، بماذا تهمس لهؤلاء الناس؟ أمس لهم بإذنهم خفيا خفيا، أوتوا إلينا فتجدون المتعة أكثر وأكثر. بيض الله وجهك. شكرا لك ياسر.